وزارة الإعلام اللي نشر مقطع فيديو يبين بعض القواعد المرورية المهمة واللي بتطبيقها راح نتجنب الحوادث والكثافة المرورية. خلينا نشوف معكم التفاصيل أكثر على شاشتنا. لما تركب السيارة سم الرحمن وقول دعاء الركوب واربط حزام الأمان، اشبك التليفون في السيارة بلوتوث وخليه في مكان بعيد عنك، اترك مسافة كافية بينك وبين المركبة اللي قدامك علشان تحمي نفسك من أي وقوف مفاجئ. في حالة الحوادث البسيطة بإمكانك إزاحة مركبتك إلى مكان آمن لحين وصول رجال الأمن علشان ما تعرض نفسك لحوادث أخرى ونقلل من الكثافة المرورية. التزم بالسرعة المحددة على كتف الطريق الأيسر، مو أكثر من 45 كيلومتر في الساعة وفي الأوقات المحددة. لا تحاول تتجاوز المركبات اللي واقفة على الإشارة الضوئية. إذا وقفت سيارتك في مكان خاطئ راح تعرقل حركة السير. لا تطلع مشوارك متأخر وعشان توصل بالوقت تخالف قوانين المرور وتعرض نفسك للمخالفات والحوادث. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني.